السلام عليكم، مرحبا بكم. قبل أن نبدأ، ولا تنسى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسي دعوة إخواننا في غزة. أهلا بكم من جديد في هذا الفيديو الذي سيأخذنا في رحلة إلى عالم البحار، حيث نغوص في أعماقها لاكتشاف أحد أروع المخلوقات، الأخطبوط. الأخطبوط هو حيوان رخوي ينتمي إلى عائلة رأسيات الأرض، ليتمتع بثمانية أذرع قوية مغطاة بمصاصات تساعده على التحرك والتقاط الفريسة. يملك رأسا بارزا وفكين قويين. ينمو الأخطبوط ليصل إلى أحجام عملاقة، وقد وصل حجمه في السواحل الأسترالية إلى 18 مترا، أي ما يعادل بناء بست طوابق. كما ثبت علميا أن خلايا الأخطبوط قابلة للتجديد، مما يعطيه القدرة على إعادة بناء جسمه بالكامل مرة أخرى. من أحد المجسات يغطى جسمه بطبقة من الجلد تسمح له بتغيير لونه. يعد الأخطبوط من أكثر الحيوانات ذكاء في البحر، يمكنه حلل الألغاز وفتح البرطمانات والتواصل مع البش. يمكن للأخطبوط تغيير لونه بفضل خلايا خاصة تسمى الخلايا الصبغية، يمكنه للتخفي عن طريق تقليد لون البيئة المحيطة به. يمكنه التواصل مع غيره من الأخطبوطات عبر تغيير لونه وحركة ذراعه. يستخدم الأخطبوط ذكاءه لصيد الفرائس مثلنا الأسماك والربيان. يتميز الأخطبوط بسرعة السباحة في المياه، وهو يستعمل اثنين فقط من أطرافه للحركة. يمكنه استخدام ذراعه القوية للقبض على الفريسة واختراق قشورها. يفرز الأخطبوط حبرا أصيلا يعيق رؤية المفترسات. يملك الأخطبوط قلبا رئيسيا يضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، وقلبين آخرين يضخان الدم إلى الخياشيم. يمكن للأخطبوط تذكر الأماكن والأحداث، ويمكنه تعلم أشياء جديدة. يمكن للأخطبوط أن يعيد نمو أحد ذراعه المفقودة خلال فترة زمنية قصيرة. شكرا لمتابعتكم، والي على اللقاء في فيديو جديد، ولا تنسى عمل لايك والاشتراك في القناة.